بثنائهم على قيمة محمد صفاء عامر وقيمة أعماله الدرامية. فدائما ما تمضي الدقائق الأولى من أي تعارف جديد في ذكر مدى تعلقهم بذئاب الجبل والضوء الشارد وحدائق الشيطان، ومدى تأثرهم بالبدري ووردة ورفيع بيه وفارس العزيزي ونصر وردان القط وغيرهم من شخصياته. إنه فعلا شعور متميز ما كنت أرثه إلا من محمد صفاء عامر. رحمك الله يا أبي وأسكنك فسيح جناته، وكم أرجو من الله أن أكون ولدك الصالح بقدر سعادتي وفخرك بأنك أبي. السلام عليكم ورحمة الله. فكرت كتير قبل ما أكتب. أكتب عن مين؟ أكتب عن الإنسان ولا الفنان؟ لقيت الاتنين لبعض مكملين، فكتبت وأنا مش قلقان. حلم الجنوبي جه بيه من الصعيد، كان بداية الحلم ضوء شارد من بعيد. عدى النهار والخوف جواه انكسر، وعشان حلمه مشي على جسر الخطر. ما خافش ولا همه من ذئاب الجبل اللي في طريقه، كمل وقال مفيش رجوع. قال مش هبطل احلم، الحلم ده حق مشروع، ومش هتنازل عن الحلم ده، ودي مسألة مبدأ. مؤمن بحلمي وموت عشانه، فكان الحب موتا. كل محبينه جم النهاردة عشان يقولوا كلمة وعشان يحكوا ذكرياتهم معاه. ده دليل على سيرته الطيبة، وعلى دليل ان هو كان انسان محبوب من زملائه. ده على الصعيد الرسمي، ودور طبعا وزارة الثقافة انها اول جهة تقوم بتكريمه بعد مرور 40 يوم. الراحل الكبير الفنان محمد صفاء عامر، وأدعو الله سبحانه وتعالى بالصبر والسلوان لفقدهم العظيم، وليس هذا فقدا لأسرة الفنان فقط، ولكن هو فقد لينا جميعا في مصر ولكل مشاهدي التلفزيون المصري ولكل جماهير الأمة العربية التي استمتعت وتعلمت من أعمال الراحل محمد صفاء عامر. وأحب أن أضيف أن إذا كان محمد صفاء عامر قد رحل بجسده، فإنه ما زال بقيا وسط أهله وأحبائه بأعماله الدرامية التي تركها لنا، هذه الأعمال الخالدة والتي لا يمل من مشاهدتها الجمهور في أي زمان. ما زال محمد صفاء عامر ذكرى موجودة وستظل بنا إن شاء الله. قدمت دي عمل ذئاب الجبل، كلمني عن التعاون معاه في هذا العمل. الحقيقة أنا قدمت للأستاذ محمد صفاء عامر عملين، عمل عصري يعني ما هواش من الدراما الصعيدية، وكان أول أعماله التلفزيونية، كان اسمه الحب والمطر، إخراج الأستاذ سامي محمد علي. وبعد كده يعني أسعدني الحظ وشرفت بتقديم شخصية البدري بدار في مسلسل ذئاب الجبل. تعاملت مع الأستاذ محمد صفاء عامر، هو مش مجرد فنان، هو راجل مفكر ورجل مهموم بقضايا وطنه ومهموم بمشاكل الناس اللي عايشين معاه في هذا الوطن. كان سياسي وكان مثقف إلى حد كبير جدا، كان في بيننا يعني كثير من الحب والود والتوافق في كثير من الأشياء، حتى إنه لما كنت بستأذنه في انه اغير كلمة او احط مترادف لكلمة، فكان على طول بيستحسن الكلمة اللي انا عايزها، يقول لي دي صح، خليها وكذا. يعني هو راجل فنان كبير
وكلما كان الفنان كبير وعظيم كل ما كان يعني بيقدر يتواصل مع الفنانين اللي بتشتغل معاه ويتفق معهم ويختلف معهم أيضا، ولكن بيبقى خلاف الغرض منه الوصول لما هو أحسن. يعني نقيم حفل تعبين الأستاذ محمد صفا عامر، فنحن يعني نقيم حفل تعبين لواحد من الرواد كبار جدا أستاذا يعني، وبعدين يفسر لك هذه الروعة من الكتابة، بدأ قاضيا وانتهى مستشارا ثم واصل بعد قراءات متنوعة وبعد تراكم معرفي وتراكم ثقافي لكي يخلف لنا هذا الكم من الدراما فيما يزيد قليلا عن 20 عاما.